قاعد بحكي لك بقول لك انه الدجاج خاص بليرتين واربعين قرش، دجاج منظف بليرتين وسبعين قرش. يقول حتى الدجاج صار يصنفوه. العام الماضي وقعنا بنفس المشكله، صار يقول لك الدجاج اللي عيونها زرق تنباع بليرتين وسبعين، واللي بعيونها خضر بليرتين وستين. يعني حتى في استخفاف بالمواطن بشكل عام. هلا قاعدين بقول لك ممنوع نبيع، بقول لك اي واحد يشتكي على مورد دجاج من المطاعم بقول لك رايحين نتفق كلياتنا ما نعطيهوش دجاج، او تاخذوا دجاج مقطع، والدجاج المقطع بليرتين وثمانين بليرتين وتسعين قرش. بدعي البعض وبشوفها صفحات التواصل الاجتماعي انه هناك تصدير الدواجن بالتنقيص، لا انخفض بنسبه 50%. التحدي الاكبر في نقص الدواجن في السوق ناجم عن تغيرات الطقس. يعني احنا لاحظنا الشهر الماضي حراره في النهار تصل 32 وفي الليل تصل 12 و10، وهي كائنات حيه حساسه. لكن حقيقه الاشكاليه في النفوقات، الارقام عاليه نتيجه لتذبذب درجات الحراره.